بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. حضرات الأعيان، حضرات النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فبسم الله وعلى بركة الله نفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة العشرين، ونبارك لأعضاء مجلس النواب انتخابهم، ونأمل أن يشكل هذا المجلس مرحلة جديدة في مسيرة البناء والتحديث لخدمة الأردن والأردنيين. حضرات الأعيان، حضرات النواب، إن هذا المجلس يشكل بداية لتطبيق مشروع التحديث السياسي في مسار يعزز دور الأحزاب البرامجية ومشاركة المرأة والشباب، وهذا يتطلب أداء نيابيا وعملا جماعيا وتعاونا وثيقا بين الحكومة والبرلمان على أساس الدستور. أنتم اليوم أمام مسؤولية كبيرة لإرساء قواعد عمل وممارسات برلمانية يكون التنافس فيها على البرامج والأفكار، وأساسها النزاهة، وتعبر بكل وضوح عن مصالح وأولويات الدولة. حضرات الأعيان، حضرات النواب، هدفنا توفير الحياة الكريمة وتمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، وعلينا مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لإطلاق إمكانيات الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو خلال العقد القادم. فما لدى الأردن من كفاءات بشرية وعلاقات مع العالم كفيل بأن يكون رافعاً للنمو. ولا بد من الإسراع في تحديث القطاع العام ووصولاً إلى إدارة عامة كفؤة وقادرة على تقديم الخدمات النوعية للمواطنين بعدالة ونزاهة، وهذا النهج يجب أن يلتزم به كل مسؤول وموظف. وعليكم نواباً وأعياناً واجب الرقابة من أجل ضمان تنفيذ مسارات التحديث، فلا خيار أمامنا سوى التقدم لخدمة أجيال الأردن ومستقبله. حضرات الأعيان، حضرات النواب، نحن دولة راسخة الهوية لا تغامر في مستقبلها، وتحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني. فمستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحة أو
مصالحه أو تخرج عن مبادئه. إن السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين، وسنبقى متمسكين به خياراً يعيد كامل الحقوق لأصحابها ويمنح الأمن للجميع رغم كل العقبات والتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام. وستبقى قدس العروبة أولوية أردنية هاشمية، وسنواصل الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها استناداً إلى الوصايا الهاشمية التي نؤديها بشرف وأمانة. حضرات الأعيان، حضرات النواب، يقف الأردن بكل صلابة في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ونعمل جاهدين من خلال تحركات عربية ودولية لوقف هذه الحرب. لقد قدم الأردن جهوداً جبارة، ووقف أبناؤه وبناته بكل ضمير يعالجون الجرحى في أصعب الظروف، وكان الأردنيون أول من أوصلوا المساعدات جواً وبراً إلى الأهل في غزة. وسنبقى معهم حاضراً ومستقبلاً. هؤلاء هم أبناؤكم وبناتكم، أدوا التحية للعلم. ولبوا الواجب بكل شرف، وسيبقى جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية مصدر فخر واعتزاز لوطنهم وأمتهم. أنتم على العهد. النشامة، النشامة. حضرات الأعيان، حضرات النواب، سنواصل البناء، وسيكتب الأردن فصولاً جديدة في مسيرته التي ستبقى مسيرة أغلى ما فيها الإنسان، وسيبقى الأردن عظيماً، وطناً طيباً مباركاً بأهله وأرضه، ووجهاً عربياً صادق، وعنواناً لكل خير وكل يوم من أيامه، بداية لمستقبل نصنعه بإيمان وعزيمة وثبات.